معي من بون الألمانية جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. إذا وزارة الخارجية الألمانية تحدثت عن 960 عادوا منهم نساء، 15% لألمانيا. وبكتاب حضرتك دكتور جاسم لأجهزة استخبارات أوروبا في مواجهة خلايا داعش، ما الذي ذكرته لو تلخص لنا عن ألمانيا تحديدا فيما يتعلق بالأعداد؟ ما يتعلق في الأعداد في ألمانيا تحديدا، كان هنالك تزايد في أعداد الجماعات السلفية المتطرفة، ووصل العدد هذا العام إلى ما يقارب حوالي 10,000، بعد أن كان قبل سنتين أو ثلاث، يعني مع انطلاقة التحالف الدولي كان بحدود 6,000 أو 7,000، الآن 10,000. هذا ما يتعلق بالجماعات السلفية المتطرفة. أما ما موجودون يتعلق بالداخل الألماني؟ موجودين في الداخل ويمارسون نشاطاتهم بشكل مفتوح، برغم الإجراءات التي قامت بها ألمانيا في إغلاق بعض المساجد، لكنهم يمارسون أنشطتهم ربما في مناطق مفتوحة. أما فيما يتعلق عدد الذين التحقوا في القتال في سوريا والعراق، وصل إلى أكثر من 900 مقاتل. العائدين منهم يفترض يكون تقريبا 30%، يعني ما يعادل تقريبا من 1,000 أو 900 تقريبا 250 عائد موجود بالسجن أو في السجن الاحتياطي. يفترض أن يكون هنالك تقريبا حسب التقارير التي ذكرت من الاستخبارات، هنالك 90 شخص هم في المعتقلات. هذا ما يتعلق بالنسبة للأعداد المتطرفين وكذلك عناصر تنظيم داعش. الشيء المهم، نعم تفضل تفضل. الشيء المهم الذي قامت به أجهزة الاستخبارات الألمانية، ربما أكثر من بقية دول أوروبا، قامت بتطوير يعني جهودها، وتحاول أن يعني تركز على موضوع تصنيف هذه الجماعات المتطرفة حسب خطورتهم، يعني حسب التقارير التي ذكرت، وجاء أعتقد في تقريركم حوالي 600 أو إلى 700 شخص تقريبا يمثلون خطر داخل التنظيم. ما يتعلق بالعائدين، هنالك تتعامل معهم من الأخطر كأولوية، هذا ما قلته سيد جاسم. نعم نعم، هم يتم تصنيفهم حسب درجة خطورته، يعني هنالك من يقوم بالدعم اللوجستي، لكن هنالك عناصر لديهم إمكانية في صنع متفجرات ضمن الإمكانيات البسيطة، هنالك أشخاص محتمل أن يقومون في عمليات انتحارية أو حصلوا على التدريب، فإذا درجة خطورتهم. وموضوع العائدين من الأولويات كدرجة خطورة تتعامل معها ألمانيا على هذا الأساس؟ بالتأكيد هم يمثلون خطر كامن وقائم أيضا في نفس الوقت. أجهزة الاستخبارات أطلقت عليهم وصف، وربما هو سابقة، هم شعوب داعش، شعوب تنظيم داعش. هذا يعني بأن الجماعات التي كانت تعيش في ظل تنظيم داعش أو المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش خضعوا إلى أيديولوجية متطرفة، فلذلك مسألة النزع هذا التطرف وهذه الأيديولوجية يعتبر ليس سهلا. حتى صحيح، وحتى بكتابك سيد جاسم يعني كان في الأربعة أبواب اللي تقسم إلى الكتاب، في خلايا داعش النائمة في أوروبا، يعني في أكثر من خطر، في تسرب أفراد داعش ضمن موجات اللاجئين أيضا إلى أوروبا، وفي العائدين. من هنا إلى أي درجة، ما نسبة الخطورة التي تعيشها ألمانيا حاليا خاصة مع تهديدات برأس السنة؟ التهديد هو قائم، لكن هنالك إجماع لدى أجهزة الاستخبارات ليس فقط في ألمانيا ولكن في أوروبا أنه لا يوجد خطر محدد، يعني لا توجد لدى أجهزة الاستخبارات بأن هنالك عملية محددة سوف تتم. لكن الشيء المهم في أجهزة الاستخبارات خاصة الربع الأخير، أنجزت أو حققت نجاح نسبي بالكشف عن عدد من الخلايا في ألمانيا، في كذلك فرنسا، في بلجيكا، في بريطانيا. فإذا هي ترصد العائدين وتخضعهم إلى الأحكام القضائية، وتعتبر حتى الأطفال تعتبرهم يعني خطر قائم على المستوى، يعني على المستقبل البعيد، باعتبارهم يعني جيل متطرف، أو ممكن أن تشهد ألمانيا جيل متطرف من أبناء
الدواعش في ألمانيا أو في أوروبا. نعم، أنا أشكرك جزيلا من بون الألمانية سيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات، شكرا.